بسم الله، احنا هنا كده بنبتدي مراحل اعمال بؤج بعد الترتشة زي ما انا شايف كده واضح معايا. بعد اعمال الترتشة تمام عشان اسوي عليها وابدأ مرحلة الملو بتاع المحارة. لنا رجالة كده المعلم بيحط البوجة معايا تمام زي ما واضح معايا كده. مرحلة التبقيج بيبقى جوه الحيطان زي ما احنا شايفين، بيكمل طبعا الحوائط بتاعته كلها، وبعدين بنشد الحيطان بتاعتنا زي ما واضح هنا كده. هنا معايا بوجة اهي تمام. شديت خيط يا معلم ولا لسه؟ شديت خيط ولا لسه؟ بتشد خيط تمام. كده شد الخيط بتاعه هنا كده بيساوي الخيط. طبعا اي زيادات في البوكة بيتم ازالتها عشان تكون مساوية لسطح مستوى الخيط عندي زي ما واضح كده معايا. نفس الكلام على طول السور بقى طوله زي ما انا شايف كده. الخيط مسلم سطح البوبة تمام. هنا بنلاحظ ان البوجة اقل من منسوب الخيط فبيزودها بمونة عشان تكون مسلمة لنفس مستوى الخيط عندي زي ما واضح معايا كده. هي مسلمة من البوجة اللي قبلها زي ما باين عندي كده. بنستلم دلوقتي استواء السطح بتاع البوج وتكون مسلمة لبعض. هنا نفس الكلام بوجة هيظبطها برضو بحيث يكون سطحها مسلم لسطح الخيط معايا. والبداية عندي هنا زي ما واضح. طبعا هيسلم الخيط بكل مستوى سطح البوجة من اول بوجة لاخر بوجة، وفي نص البوجة المتوسطة ما بين طول السور من اوله لاخره، وبعدين بتلي بعدها عملية الملو بحيث يملى على نفس المستوى. طبعا بعد ما خلص بنستلم الكلام ده برضو بالإيدة وبالخيط بشكل رأسي، الخيط بشكل رأسي تمام، والإيدة بشكل أفقي بحيث نضمن الاستواء قدر الإمكان. طبعا عندي هنا برضو في الزاوية والأماكن دي بيتم استلامها كزاوية مع بعض برضو عشان أضمن استلام بشكل مظبوط، فتيجي أعمال ملو المحارة تكون عندي بشكل مناسب وبسطح مستوي قدر الإمكان زي ما مطلوب. هنا زي ما واضح عندي بيسلم لنفسه مستوى البؤجة بشكل رأسي مع بعض بميزان الخيط زي ما أنا شايف. بيثبت العصفورة على البؤجة العلوية والخيط بيسلم للبؤجة السفلية زي ما أنا شايف كده. المنسوب بتاع البوجة بيكون من 2 لـ2.5 أو لـ3 سنتي السكنس بتاعه. مثبت العصفورة وبيستلم بالميزان
بيسلم نفسه زي ما هو ده حد كده. وطبعا عندي البؤج اللي هنا اللي كنا شغالين فيها ده تم استلامها في الاول بنفس الشكل اللي احنا شفناه كده، نفس الرأسية، اول بوجتين واخر بوجتين، وتم تسليمهم لبعض، وبالتالي ملوا البؤج اللي في المنتصف او في النص. نتمنى يكون الفيديو افادكم ولو بقدر قليل، وشكرا. احنا هنا زي ما احنا شايفين في عندي بطونة مشدودة خاصة بأعمال ايه؟ مشدودة على ايه؟ ممكن نوضح كده بعد اذنك هندسة، اوضح برضو معايا. مشدودة على البؤج دي خاصة بأعمال المحارة، خاصة بأعمال المحارة، بداية أعمال المحارة تمام، هي البؤج. ممكن حضرتك كده اتكلمنا عن موضوع البؤج بتتعمل ازاي وليه أصلا بتتعمل؟ البؤج دي جاية من المراحل الأولية لمراحل أعمال المحارة، يعني مثلا بتكون في الشقق، لما باجي ببدأ مثلا في الشقق أو في الفراغات الداخلية بتكون قبل أعمال الكهرباء البؤج دي. ليه بتكون قبل أعمال الكهرباء؟ عشان عندي البؤجة بتكون هي نفسها السمك بتاعها، الناهي بتاعها، ممكن مثلا نوضح هنا واحنا بنتكلم، الناهي بتاع البؤجة هنا كده هو الناهي بتاع وش المحارة اللي هيجي عندي. فانا بتكون لها مرحله اولى في مراحل المحرره، بتكون قبل اعمال التعمليات الكهربائيه والسباكه في الشقق من الداخل. بعد اذنك هندسه هنا برضه كده نوضح، بيكون البوجه زي كده، السكنس بتاع البوجه بيكون من 2 ل 3 سم، ما بيتعداش 3 سم الا في الحالات بقى الحرجه الكريتيكال شويه اللي بتكون فيها عندي الجنب مربي وهياخد نسبه اعلى من المحاره. نرجع تاني لو كنا بنتكلم فيه، هي بتكون مرحله اولى في الشقق الداخليه، ببدا بالبؤج تمام، والطرطشه كده الحيطه متطرطشه عندي، انا شايف كده الطرطشه بتبقى طفلي تمام. طب طفلي زي ما واضح. بالنسبه للطرطشه ممكن نتكلم عليها تمام، هنتكلم هنخلص البرج ونخش في الطرطشه حالا. عندي هو ده طوب طفلي ظاهر عندي، بس هنا الطوب كله متغطى بماده الطرطشه اللي هي الماده الاسمنتيه، بتبقى زي اللبانه بتطرطش، لازم تكون خشن عندي كده، والخشونه بتاعتها زي ما انا شايف ما بتت ايه ما بتتاكلش معايا او باي خبطه، بتكون في نسبه تماسك عاليه فيها تمام، عشان تعمل لي زي نظام بروز بارز وغطي زي ما انا شايف كده. تيجي المحاره بعد كده لما اجي في عمليه مرحله ملو المحاره، بتمسك على طول في الطرطش، انا بجهز لها مرحله اوليه عشان باجي بعد كده بالمرحله النهائيه بتاعت المحاره، مرحله الملو والتسويه والاستلام. بعد كده زي ما هنوضح في الفيديوهات الجايه، بتبدا عندي الحيطه خلاص تتماسك عندي بشكل ايه؟ بشكل قائم، بشكل قوي تمام. ممكن ممكن كده اتفضل هندسه، ممكن بس نضيف بس ايه اضافه على فهم. عمليه الطرطشه تمام. قبل عمليه الطرطشه بيبقى بالنسبه للطوب الطوب الاحمر الطوب الطفلي دوت، احنا لازم بنطرطش عليه ميه، او بمعنى اصح بنرش بالميه عشان لو في اي شوايب في اي تراب تبتدي ايه تنزل، وفي نفس الوقت بدي صلابه اكتر للطوب تمام، وكمان عشان مثلا الطوب ما يشربش الماء اللي في الطرطشه بالظبط، او ما يشربش الماء مثلا اللي هتيجي في مرحله المحاره بعد كده. الطرطشه سمك الطرطشه ما بين من 2 ل 3 مللي، بتكون حاجه بسيطه جدا، ده سمك البروز بتاعه، البروز بتاع المول زي كده، بتبقى من 2 ل 3 مللي طبعا. بيبقى فيه طبعا المقاول لما بيجي يشتغل، او موبايل او موبايل المحاره بيجي يشتغل، بيبقى فيه نسب كده بتبقى مش كلها فيها اسمنت، في حتت كده بيبقى مش فيها اسمنت، دي بتتسمى حاجه اسمها الحراميه، الحراميه. يعني اللي هو ايه كلها زي المنظر ده كده عندي بالظبط. ليه بقى بنعمل عمليه الطرطشه؟ الطرطشه بقى زي ما وضحنا بنجهز للمحاره اللي هتيجي، مرحله الملو اللي هتيجي بعد كده تمام، عشان تعمل على التماسك، بتكون حاجه مسننه كده وبيجي عندي سطح املس عليها، فبيعمل عمليه التماسك، بتخش تملى ما بين الفراغات دي، فبيحصل تماسك بشكل اعلى من ان انا اشتغل محاره على طول على سطح مستوي او املس. وبعد ما بعد ما بنعمل عمليه الطرطشه بنسقيها برضو بالميه لمدة يوم او يومين او 3 ايام عشان تدي حاجة اسمها تخشين، زي كده بيبقى خشن، عشان ما ينفعش نحط المونة على سطح ناعم، سطح ناعم او املس، عشان وبنفس الوقت لما نيجي نستلمها بنحط ايدينا كده ونبتدي ننزل بيها كده، لو هي نزلت او فرقت معايا كاسمنت بنبتدي ان احنا نزود مية تاني ونطرطش عليها مية تاني، يعني كده كده الطرطشة جاهزة 100% لعملية الايه المحارة تمام يا هندسة. وكمان عندي نقطة كمان إضافة، إن أنا ممكن أمشي مثلا يكون معايا قطعة حديد أو قطعة خشب أو قطعة حديد ناشفة شوية زي السيج مثلا، وبقى بخبط على الطرطشة دي بشوف مدى تماسكها ومدى قوتها ومدى صلابتها عشان تديني بعد كده سطح متماسك. ده مثلا البؤج طبعا ده عندي زي الأوتار، بس ده خيط، خيط مشدود على وش البؤجة، أنا كده بمحر جزء منور بتاع سلم تمام، الجزء الفراغ بتاع السلم هنا عندي زي ما واضح، ممكن نجيبه هندسة في الفيديو زي ما واضح عندي، خيطان مشدودة تمام، عندي خيطان
تتم الزوده كلها هنا كده زي ما واضح عندي عشان اوصل لسطح مستوي كله مسلم لبعضه زي ما بنقول كده. عندي كلها بقى وشايل العلاقه فين، ممكن نوضح هنا برضو. هنا في برضو خطا البؤجة ديت محتاجة ان هي تزيد حوالي عشان تسلم. حوالي من سنتي لسنتي ونص عشان تسلم للبؤجة اللي تحتها، ده اللي احنا اتكلمنا عنه في بداية الفيديو. هنا البؤجة عايزة تزيد من سنتي لسنتي ونص زي البؤجة دي اللي عندك عشان تبقى عملية الخيط مسلم لوش البؤجة، عشان تبقى عملية المحارة كلها في صورة واحد بعد الاستلام ما يحصلش اي تفاوت او اي اخطاء في التسليم. يعني الخيط بيكون مسلم لوش البؤجه زي ما واضح كده عندك، صح كده؟ ده اللي نقصده، ده اللي بيحصل في كور السلم بالظبط، الكور الخاص بالسلم عشان يسلمني. ده احنا مثلا احنا في عماره في الدور ال11، نبص عندي كده، يعني ده موجود عندي في بطول السلم زي ما واضح معايا بالارتفاع كله مشدود خيط على بؤج. تمام يا هندسه، اظن احنا شرحنا بشكل سريع وملخص اعمال المحاره واعمال البؤج ووضحناهم، ووضحنا معنى الخيطان اللي بتكون مشدوده على وش البؤج عشان تسلمني ان شاء الله برضه سطح مستوي. هنتكلم في فيديو تاني لاعمال السلالم، ازاي من بدايه السلالم واعمال الشخشيخه اللي هو الكور بتاع الاسانسير والكور بتاع السلم والمراوح. الشخشيخه اللي هي بتكون زي ما احنا شايفين كده، دي لسه صبينها صح يا هندسه؟ بتكون اللي هي بتكون قافلة معايا من فوق الدكت او المنر بتاع السلم. شكرا جدا ليك يا هندسة. بسم الله، احنا سريعا كده هنتكلم عن تبليج السقف، بنعمل بؤج في السقف عشان بعد كده المحارة في السقف عندي تكون السطح بتاعها مستوي ومسلم معايا من كل الجناب في تربيع الأوضة أو الفراغ اللي أنا متواجد فيه حاليا. أول حاجة عندي بستعمل ميزان الليزر عندي كمرجع ليا زي ما أنا شايف. ممكن تقرب عليها يا هندسة؟ تقرب عليها أدي اسمك. اول حاجه عيرت ميزان الليزر معايا زي ما انا شايف كده، المعيار بتاعه عيرته بتاع البؤجه بقت عندي اللي هي الفقاعه عندي في منتصف الدايره عندي. تمام، خلاص كده انا وزنت ميزان الليزر عندي. لو في اي خطا عندي او نسبه خطا زي ما انا شايف كده، ميزان الليزر عندي معلم على الحيطه بايده ويطفي بيديني ان في خطا. تمام كده انا عيرت ميزان الليزر وثبتت عندي، بقى عندي خط مرجع عندي في كل الفراغ في الاربع الاتجاهات محققهولي زي ما انا شايف زي ما واضح معايا. بالنسبه للخط ده ببدا بعد كده انسب اوطى نقطه عندي من السقف زي ما انا شايف، بشوف اوطى نقطه عندي ببدا اسلم. اخد نقطه عشوائيه، اتفضل اتفضل هندسه. انا بتنزل زي ما احنا قلنا البؤج ما بين 2 سم ل 4 سم على حسب طول السقف. تمام ماشي. هنا هنشوف هنا الاول من السقف هنا خدت نقطه في السقف. ماشي هنا 7. القرايه لحظه واحده عشان نجيب الليزر. تمام 167.5. لحظة هندسة بعد إذنك، لحظة 167.5. تمام لا 168. هنا محققة معايا كام؟ 168. تمام تقريبا هنا هتبقى حاجة. يبقى انا عندي اوطى نقطة من هنا من 167، فهنبتدي نشتغل تمام على البوجة اللي هي هنا اللي هي البوجة دي. يبقى نبدا البيز بتاعنا الاساس بتاعنا او المرجع بتاعنا للفراغ ده من هنا، يبقى هننسق كله على البوجة دي. تمام طبعا زي ما قلنا هنشتغل على البوجة دي، هنبدا بقى نقطب منها. اتفضل كده يا معلم بالشكل ده. طبعا في بوجة السقف السمك بتاعها ما بيكونش زي بوجة الحيطة، يعني بحاول اقلله قدر الامكان سنتي سنتي ونص بالكتير يعني. كده المعلم بيحط معايا المقاس بتاعي كده مدياني 165 من 167. احنا ممكن نقلها سنة كمان؟ لا كده
احنا قللنا كمان النسبة تمام، فبقيت معايا 165.5، يبقى انا معايا سنتي ونص سيكنس البوجة. طبعا زي ما انا شايف الرايش ده كله اللي هيشوفه هيقول لي طب احنا ممكن ننزل بسمك البوجة عشان نغطي ده، لا احنا بنشيل الكلام ده كله، كل الزوايا دي بنبدا نشيلها وننضفها عشان نقدر نحصل على سطح نظيف تقريبا زي النقطة دي كده، سطح نظيف مطابق للجزئية دي. احنا طبعا بنقيس البوجة التانية، خلاص احنا بقى معانا المرجع بتاعنا 165.5. تمام، يبقى انا كده معايا شلت من البوجه زي ما انا شايف، قللت من السيكنس بتاعها او السمكه بتاعتها. هننزل كده نشوف الارام حققها معايا، ثواني كده لحظه واحده. ايوه اظبط تمام الاما كده مظبوطه، يبقى انا معايا محقق معايا 165.5 بالظبط. تمام جدا، هنروح ناكد على البوجه الثانيه وبيقطب البوجه بتاعته تمام زي ما واضح معانا كده. ماشي، يبقى انا عندي كده البوجه. طب ممكن لحظه واحده، لحظه بعد اذنك، معايا كده محققه مش محققه معايا كده، محتاجه لسه. يبقى انا كده قطبت وشلت من الزوايد تمام، هشوف بقى محققه معايا. ممكن نرجع بس بالقامه سنه عشان هي محققه معايا، بس القامه فيها نسبه ميل، يبقى زي ما واضحه معايا كده 65.5. تمام بسم الله. هنا برضو نفس البوجه هنا، يعني احنا خلاص ظبطنا البوجه اللي هناك والبوجه دي عندي، بظبط اخر بوجه في الغرفه عندي هنا كده، بنزل اشوف القرايه. القرايه معايا محققه ولا مش محققه؟ لسه فيها. تمام، احنا هنا كده شلنا الزيادات في البوجه الاسمنتيه، بنبص كده على القرايه واضح معايا حقيقة 65.5 زي ما واضح معايا. تمام، تسلم يا معلم، تسلم ايدك. يبقى انا كده حققت معايا الاربع بؤج في الفراغ عندي اللي هشتغل عليها كمرجع ليا عشان ابدا امحر السقف بتاعي. وبالمناسبه كده سريعا شايف برضو سلك الشبك عندي، سلك البقلاوه، ومتثبت عندي بالورد، الورد متثبته على شكل رجل غراب زي ما انا شايف كده. طبعا رجل الغراب بتعوض زي ما هي هنا واضحة اكتر، يعني مثبت من جهة ومن جهة، عكس عكس خلف خلاف زي ما بنقول، عشان يحقق معايا يربط معايا الفاصل ما بين الخرسانة المسلحة في القمر والطوب الاحمر عندي او الطوب الطفلي، لان اي اتنين ماتيريال لازم يكون في ربط ما بينهم. وطبعا شايفها نسبة البواج اللي على الحوائط، البواج بتاعتي عشان ابدأ احقق عليها الشغل بتاعي تبقى مرجع ليا وانا بعمل في شغال في عمليه الملو اثناء عمليه تمحير او تبييض البياض بتاعت الحوائط عندي في الفراغ. وبالمناسبه برضو بشتغل بؤج وطرطشه قبل الكهرباء، قبل اعمال الكهرباء زي ما انا شايف معايا ليا، عشان بعد كده علبه الكهرباء، العلبه الماجيك زي ما انا شايف، تكون مسلمه معايا لمستوى منسوب مستوى البؤجه زي ما انا شايف واضح معايا كده. تمام، نفس الكلام هنا، العلبة هنا مسلمة معايا لنفس المنسوب بتاع البوجة بتاعي. وطبعا زي ما انا شايف العلب، ما بسيبش العلب فاضية عشان اتجنب ما يجيش عندي جوه العلب اي بقى بواقي اسمنت اثناء المحارة او اي شوايب او اي رايش يسدلي مسار اللينيات بتاعت الخراطيم عندي بتاعت الكهرباء، لا انا بسد فتحات علب الماجيك عندي دايما بكرتون زي ما انا شايف كده، بس ده لحد المسطح بتاعها عشان ما يجيش اي مشاكل تسد لي مسارات اللينيات بتاعت الخراطيم. الكهرباء بتاعتي بتكون عباره عن جرابات بيمر من خلالها سلوك التوصيل. بسم الله، احنا كده بنبدا استلام بند محاره، استلام اعمال محاره، صح كده يا باشمهندس؟ تمام كده زي ما انت شايف ولا لا. كده هشوف المستوى كده، تمام، ببص كده اشوف لو في نسبه مثلا هنا هندسه، ممكن كده لحظه. نسبة السماحية، تمام، طبعا
المحاكاه بتاعت الباب ده جزء المحاكاه بيكون مبني الطوبه على سيفها تمام مع مستوى الحيطه ليه عشان مستوى بعد كده البر اللي بيجي يركب عندي هنا. تطبيلات تمام في بعض الشروط ده عشان طبعا ده الدور ال 11 بالنسبه للسقف احنا في الدور ال 11 في بعض التبريد تمام احنا في الدور ال 11 عشان يبقى واضح معانا في الفيديو. قصير انت يا هندسه فرق. هي بسيطة تقريبا بس عشان ال هي بسيطة تمام تمام نبدأ حلو التعريض بتاعها تمام تمام في النص واحد وتسعين تقريبا في حوالي سنتي تقريبا بنسيب الميزان طبعا حر بالسكر بتاعه عشان نشوف النسبة بتاعت التفاوت بتأكد اكتر من مدى استواء ايه هنشوف بقى الزوايا استواء الزاوية تكون زاوية قايمة معايا بالشكل الصريح ده معايا مفيش نسب تفاوت هنا مفيش عندي أي نسب تفاوت ومسلمة هنا برضو ايه شكل أفقي ورأسي متعامدين على بعض تمام تمام تسلم كان في اتفضل بشوف برضو الزاوية بتاعت العمود بستلم برضو الزاوية بتاعت العمود صح؟ من تحت بقى بص من تحت كده بالشكل ده كده عشان اشوف الاستواء بتاعها فيها نسبة بسيطة تمام طب ممكن يا هندسة بعد اذنك تضرب لي الايدة دي هنا كده على العمود ده حاجة انا شفتها لمحتها وانا داخل بالعين عيني جابتها بس انا عاوز اتأكد منها بالايدة شايف التنوير؟ طب ممكن تسلم الايد ده كده على العمود يا هندسه ممكن نخش جوه شويه في بطنيه العمود تمام ممكن هنا بعد اذنك في الجزء اللي هو متعالج ده خدت بالك من النقطه اللي بتكلم فيها عاوز تتعالج دي تترمم دي حتى هي باينه لحظه واحده هندسه باينه هنا النسبه بتاعتي ببدا استلم بقى بقيه الحوائط بتاعتي بشكل عادي سلك الشبك ظاهر معايا هنا هو المفروض ما بقاش ظاهر يبقى مدفون ده سلك شبك سلك اللي هو معايا عشان يربط لي الفاصل ما بين دي كاميرا دي كاميرا ساقطة عندي تمام وده مباني ده حائط مباني طالع عليه فانا بربط ما بينه بعضم ما بينه تمام الله ينور مرة برضو هنستلم اعمال ايه الاسف تمام هنستلم مدى الاستواء بتاعها ممكن نزوم كده دايما السقف عشان بيبقى فيه شغل كتير فالصنايعي بيحاول على قد ما يقدر ان هو يشتغل عليه شغل جامد يعني تمام
تسلم. الفتحات عندي عموما اللي بتتأمم محارة لازم استلم تربعها، صح يا هندسة كده؟ أفقي ورأسي بستلم التربية. تمام، 140 سلمة معايا 140. تمام، نشوف برضو الطول بتاعها للدفاع. ممكن لحظة هندسة، ممكن لحظة نصور برضو القراية، نجيب القراية برضو. 175 لحظة واحدة. 175 تمام. اطلع كده فوق شوية. لا اطلعين عشان دي الحتة دي على وشها من تحت. 175 تمام مظبوط. الله ينور يا معلم. تكملة كده هندسة لأعمال استلام المحارة، صح كده؟ ممكن تعالي صوتك هندسة بعد إذنك؟ هنا جزء السلم، هبتدي برضو أستلم زي ما بستلم في الشوا بالظبط بالقدة. تمام؟ تمام. أشوف نسبة التمويل هنا، مظبوطة من فوق، نزل على تحت كده يا باشمهندس كده، ممكن تبص شايف نسبة التمويل؟ ماشي؟ تمام؟ نسبة التنوير اللي هنا طبعا بسيطة. طبعا لسه بتدي علام عشان تعرفوا مكان العيب عشان بعد كده هو يجي يعالج عليه زي ما عملنا علام كده. الباشمهندس طبعا انت بتوريه طبعا برضو عشان يبقى يعني على دراية بالعيب او بالمشكلة اللي موجودة عشان يعالجها على طول، صح كده؟ في نسبة تحت، صح كده تقريبا. ممكن هندسة توريها لنا كده تاني؟ تمام يا هندسة. أي فتحات عندي هندسة بستلم ايه؟ تعرضها زي ما اتفقنا ووضحنا، صح كده؟ عشان طبعا تركيب الشباك ما يبقاش فيه ميول فيه ولا بقى فيه في نسبة في مشكلة البار نفسه الترقص منه والكلام ده كله. 75 ما معلش ممكن نوري برضو في الفيديو القياس، القراية بتاعت القياس. تمام طبعا انا بقيس بالمتر، المتر براعي الاستواء بتاعه سواء بشكل افقي او شكل رأسي. 71 تمام. 71 تمام هندسة. ممكن الزاوية لازم جميع الزوايا الشباك أو البيبان بتبقى زاوية قايمة 90 درجة. هستعين بالزاوية عشان أستلم إيه؟ زاوية الشباك. تمام اتفضل هندسة. في نسب بسيطة ممكن تعدي وفي نسب ما بنعديهاش زي هنا مثلا كده. هنا تمام، هنا مثلا مش تقريبا مش هنعدي النسبة دي عندنا. تمام دي الزاوية الثالثة بنستلمها برضو، وهنا الزاوية الرابعة بتاعت الشباك. أي فتحة بقى أيا كان إيه مقدار الفتحة دي، أيا كان اتساعها، أيا كان وظيفتها، فتحة شباك، فتحة في باب، حاجة تانية طبعا بالنسبة الكلام ده كله. طب إيه بقى إحنا شايفين يا هندسة بالنسبة للصوت ديت؟ إحنا بنعمل بقعد عشان نبتدي نعمل عملية الملو، ملو المحارة. ده في البداية زي احنا دلوقتي كنا استلم. نعمل عملية البقعة دي طبعا في البداية بنطلعها ما بين من 2 سم ل 4 سم زي ما احنا شايفين كده. السكنس بتاعها. اهي. بتكون من 2.5 ل 3 سم. من 2.5 ل 3 سم. واحيانا بتبقى 4 أو من 2 ل 3. بتبقى مثلا 4 لو مثلا هنا في نسبة ما بين الحيطة دي والحيطة دي مش متساوية مع بعض. في بقى تربيات بقى وهيضطر يدي منى بزيادة والكلام ده. وبنبتدي ننزل خيط من أول من أول زي ما احنا شايفين كده. آخر دور لحد ده في شغلي زي هنا. لحد الدور اللي تحت خالص. ده شغلي. بس كده. لو شغلي زي اللي احنا فيه ده كده. لآخر دور. ومن هنا بنبتدي عملية الملو، ملو المونة عشان نعمل عملية المحارة. ونبتدي نستلم زي ما احنا استلمنا كده بالظبط. تمام يا هندسة.
شكرا جزيلا ليك يا هندسة. بسم الله، احنا النهارده كده بنوضح سريعا اعمال استلام البواج. تمام، زي ما احنا شايفين البواج هنا موجود عندي، الحائط متطرطش، الطرطشه اللي احنا شايفينها والبواج متواجده معايا. طبعا زي ما انا شايف منصوب البوجه او البوجه مسلمه للبوجه الاخيره على الاده، والزاويه طبعا احنا مش الزاويه مش متواجده معانا، فاستخدمنا البلاطه السيراميك لان زاويتها متناسبه مع الاده عندي هنا. الاده الثانيه تمام، الاده الثانيه مسلمه لاخر البوجه عندي هنا برضه. تمام ماشي يا هندسه. يبقى احنا هنا بنستلم جنب اعمال سواعد كهرباء، تمام، كانت متكسر لها طبعا في الحيطان، فركبنا لبشنا مونه واستعملنا سلك بقلاوه زي ما واضح معايا هنا اهو. سلك البقلاوه دعمنا بطوب طبعا، واستعملنا طوب الاسمنت اكتر عشان ايه اكتر ايه مقاومه واكتر تماسك من الطوب العادي. بالظبط كده. تمام، الله ينور عليك، تسلم. احنا بنستلم دلوقتي الجنب، بنستلم الاول بشكل عمودي. تمام، زي ما احنا شايفين ما شاء الله الجنب ما فيهوش اي حاجه، مش باين فيه فواصل معايا. تمام؟ سلمني كده عرض كده. برضو زي ما واضح معايا برضو بستلم عرض. ببص اشوف هنا الفواصل، لو انا مقلق من نقطة معينة او حاجة بقوم قايل ايه؟ طب اديني كده سيف مثلا. ببص على ببص على سيف بيديني بيبقى اكثر دقة، زي ما احنا شايفين ما شاء الله الشغل ما فيهوش أي حاجة، زي ما واضح كده. ما فيش أي حاجة منورة معايا. وممكن كمان زيادة التأكيد بنستلم ايه؟ زاوية. ممكن نستلم زاوية، معلش استأذنك كده، أو زاوية كده برضو نفس الكلام، يعني واضح معايا اهو ما شاء الله الشغل ما فيهوش حاجة. برضو ممكن نعملها سيف كده برضو، نوقفها على زاويتها. أيوة الله ينور عليك كده. ممكن برضو نيجي نبص من الجهة التانية العكسية زي ما احنا شايفين كده. لا تمام، تسلم، الله ينور عليك. وأهم نقطة استعملنا ايه؟ السلك البقلاوة عشان المواسير، عشان ما يبقاش فيه بعد كده ما يجيش الجنب يشقق معايا، يظهر معايا عيوب بعد ما اخلص خالص وافنش الشغل، ما بتجنب الكلام ده كله. عملية الطرطشة وعملية الصقيع اللي بعد الطرطشة بتدي عملية الملل. شوف بعد عملية الملل ده طبعا السطح اللي وصلنا له في النهاية. تمام؟ بالظبط، بعد الاستلام طبعا بالقدة وبالميزان البؤر وبنستلم طبعا بعد عمليه الملو. ده كده طبعا التلوش عندي. تمام، بالتلوش ده طبعا هندسه احنا طبعا ملينا كده بالشكل ده كده، صح؟ زي ما احنا شايفين الحائط كده. تمام، خلاص ولا اي حاجه. طب ما تمسك الدراع. تمام، ابتدي يعمل عمليه تسويه الدرج بين البؤد ببعضها زي ما احنا شايفين كده. تمام تمام تمام، زي ما هو شغال كده طبعا بيدرع، زي ما هو شغال كده بيدرع السور كله ويسلم السور لبعضه زي ما انا شايف مرحلة المل. تمام، زي ما واضح معايا كده، الله ينور. طبعا هنا المسطح ده بعد ما اتدرع شوية بالقدة بقى شكله كده، وبعد كده بتتم عملية التسوية زي ما شفناها في الأول. تسلم يا ريس، الله ينور. زي ما انا شايف كده على طول السور، على مدار طول السور معايا زي ما واضح هنا كده، وصلت للمستوى السطح المستوي ده زي ما واضح معايا. سريعا كده المراحل تم شرحها اثناء العمليه سريعا، اتمنى نكون افدناكم باذن الله. بسم الله، هنا كده احنا داخلين شقه متبقجه، طبعا خلصت مباني توب زي ما احنا شايفين. تمام، عملت اساس الكهرباء خلصت. قبل بقى ما اسست الكهرباء عملت ايه؟ بقت
واشتغلت طرطشة. ليه بقى اكت؟ قلنا البؤج دي بمشي على مستوى البؤجة، بسلم ليها علب الكهرباء عشان يكونوا مستوى واحد، تيجي علبة الكهرباء معايا تسلم لنفس منسوب مستوى المحارة في الفينش، فيبقى مستوى ماشي مع منسوب مستوى المحارة، ما تكونش داخلة لجوه أو غاطسة لجوه بنسب معينة أو بارزة عن الحائط بتاعي بنسب معينة، فتسبب لي بعد كده مشاكل أثناء مراحل الفينش. وطبعا زي ما أنا شايف هنا عندي شغال بتوب دبل أو توب أحمر، توب الدبل زي ما بنقول كده. طبعا عشان الفواصل الأسمنتية معايا لازم تكون كتيرة، لأن كل ما زادت الفواصل الأسمنتية كل ما زاد القوة بتاعة الحائط. فطبعا مع ارتفاع الطوبة هنا الفاصل الأسمنتي بيقل، يعني الطوبة هنا بمقام طوبتين زي ما بنقول، فبعوض كده باللي أنا بعمل مثلا كل 5 مداميك بعمل طوب أسمنتي بالمونة الخاصة بيه، بيكون زي رباط أسمنتي سمكه 6 سنتي ماسك لي بيعوض لي الفقد اللي بيكون عندي في الطوب الأسمنتي الموجود أو في الطوب الأحمر، لأني مستعمل طوب أحمر دبل أو دبل زي ما بنقول. واضح هنا معايا في المطبخ اللي أنا دخلته، وهنا كمان في المطبخ شغال أول 3 مداميك طوب أسمنتي. طبعا احنا بيفضل يكون أكتر من كده للأمان، لذات الأمان ولتجنب عوامل الرطوبة، فبنقول متر أو 1.20 متر زي ما أنا شايف كده. أعمال الكهرباء لسه بتتجهز لها هنا، طبعا هندريل بيتركب على الواجهات في التراس أو البلكونات أو الشبابيك اللي بص على الواجهة، الهندريل عندي زي ما أنا شايف. طبعا تشوين الأسمنت ده كده مشكلة، لازم أوزعه أكتر من كده، ما أكومش أو أشون الأسمنت بالشكل ده كده يكون كله محمل على السقف في نقطة معينة، لا لازم اوزعه قدر الامكان زي ما انا شايف كده الهندريل عشان هيتم تثبيته زي ما احنا شايفين كده. وريني كده، وريني اللي انت بتصبه ده، السائل اللي انت بتصبه انت كده بقى هتعمل ايه دلوقتي؟ تمام شغال. تمام، انتوا بتحددوها طبعا بالخبره طبعا، بس بيبقى في ناس معاكم مهندسين وكده بيستلموا الكلام ده. تمام، اسمها ايه؟ رفز ايه؟ بتزبد الجنب. ويبقى لين معاك في انه يديك سطح مستوي واكثر دقه يعني، او ايه، وشكله جميل احسن. التكشير يبقى معايا اكثر ليونه واسرع في الحركه، لما ياخد معايا مثلا وقت الوقت، لا ياخد معايا مثلا في الدم 10 دقائق 15 دقيقه ربع ساعه بالكثير. تمام، لكن مثلا لو خشينه على الناشف هيطلع مستوى كله الشغل، يبقى فيه سوس وبره في نفس الوقت، بياخد وقت كتير مني وبيطلع مستوى في الطي ضعضع، يعني ما يديش تحس ان الدم مش كويس، يعني مش مستوى كويس. كلام زي الفل. الفكرة ان هو ما بيقلش من جودة اعمال البياض يعني. ايوة يعني مهم اوي الموضوع ده. لكن التثبيت ده بيداوي العيوب كلها. العيوب كلها حتة ناقصة، ما ينفعش تجيبها مثلا البروة معايا، فبتبقى معايا الحاجات اللي هي الطريه دي. طب انت بقى البروه اللي بتشتغل بيها، قبل البروه بتشتغل بيه، قول لي كده بتعمل ايه بعد كده، خلينا كده نعرف الناس. اول حاجه بنستخدم البروه اللي جنبها مونه. تمام، بعد كده بنستخدم الدرع بيدرع بيه على البعد. حلو، بنلاحظ الاماكن الناقصه. بعد كده حضرتك احنا ضب الصف معانا مش تثبيت، بعد كده بنخش وش تخسين وشكرا. التخشين ايوه فاهم، عشان يبقى في نسبه تماسك ما بين الماده اللي هتيجي عليها. يبقى الدم متفتح ومتهوى اكتر. تمام، يعني يا جماعه بيقول لك دلوقتي لو انت هتشتغل في جنب وهتعمله بماده او التشطيب هيبقى ماده مش دهان نقاشه، يفضل انك تسيبه مفتح وفي نسبه خشونه عشان يمسك مع الماده الجديده. تمام يا معلم، تسلم ايديك، الله ينور عليكم يا رجاله.
احنا ان شاء الله كده هنوضح لكم اعمال استلام حائط بعد ما خلاص انتهينا من اعمال المحاره والبيض بتاعته سويناه ودرعناه وكل حاجه بنستلم باليد كده السلم الجنب كده بالشكل ده اداري كده على صفه اداري كده بالشكل ده كده مفيش اي فروات او اي مسامات هنا الجزئيه دي فيها سنه بسيطه علم لي عليها بقى عشان تظبطها بقى الجزئيه دي بالظبط كده ايوه تحت ايدك كده ايوه ادينا علام بقى كده في الجزئيه اللي قلنا عليها تمام تمام يا معلم سلم لي كده راسي بقى بشكل عمودي بالشكل ده كده يا جماعه بيضرب اليد بشكل عمودي كده وبستلم او الدراع مفيش اي مسافه او اي مسافه اديني برضو كده على صفه شوفها من ورا ولا لا خليها ناحيتك بقى عشان اشوفها من ناحيتي انا تسلم يا معلم الله ينور اديني بقى عرض بقى عرض عرض صريح مش احنا ادينا خدنا الزاويه دي سيفها برضو ما شاء الله كده الشغل مظبوط تسلم يا غالي الله ينور طبعا كل جنب وكل جزئيه بيتم استلمها بنفس الشكل وبنفس الطريقه الله ينور يا رجاله السلام عليكم ورحمه الله احنا ان شاء الله سريعا كده هنبدا نتكلم زي ما احنا شايفين قدامنا شايفين واجهه مبنى الواجهه دي قدامنا كده بالشكل ده شكلها او لونها جري او رمادي اللون ده هنبدا نتكلم اللون ده جاي منين طبعا زي ما احنا شايفين في موقع انشاءات في اعمال متكامله هنبدا باذن الله نشرح المبنى ده احنا بنعمل فيه ايه احنا هنتكلم النهارده عن اعمال محاره او بياض الواجهات بياض الواجهات اللي بيتم فيه اعمال البياض واعمال ملو المحاره بالطرق وبال يعني الاسس اللي احنا اتكلمنا عليها قبل كده في فيديوهات قبل كده وشرحناها ووصفناها بس النهارده هيفرق في الواجهات في أسس تانية وعوامل تانية مهمة جدا هنبدأ أول حاجة نتكلم الترتيب الطبيعي اللي احنا اتكلمنا فيه قبل كده في الفيديوهات اللي شرحناها قبل كده في بند البياض هتلاقي الإشعار ظاهر عندك لو انت حابب تتعرف على بند البياض أو المحارة بشكل تفصيلي في الانتيريور أو البياض الداخلي داخل المبنى في الشقق الداخلية هيكون ظاهر قدامك في الفيديو على يمين الشاشة من فوق تمام يعني هتلاقي فيه بلاي ليست كامله خاصه باعمال البياض والمحاره واستلاماتها واسس توصيفها واسس تشغيلها احنا ان شاء الله عندي بيبقى عندي المبنى بالشكل ده الواجهه بتكون بالطوب الاحمر بالشكل ده ومترابط معاها الطوب الاسمنت زي ما واضح معانا ووضحنا في فيديوهات قبل كده اماكن استخدام الطوب الاسمنتي ومدى اهميته طبعا الواجهه بتكون لونها احمر لون الطوب الاحمر الطفلي الطبيعي بتاعي وبقول الاربطه الاسمنتيه من الطوب الاسمنتي باماكن استخدامها زي مواد هنا مثلا اول ثلاث مداميك من الحائط مثلا حوالين الشبابيك عشان مكان تثبيت الكنات مثلا كل ارتفاع خمس مداميك طوب طفلي ليه لان عندي الطوب الطفلي ده زي ما انا شايف اللي هو الطوب اللي بيكون ارتفاعه 12 سم عشان يعوض نسبه الفقد في لحمات المونة وزي ما شرحنا ووصفنا في فيديوهات قبل كده موجوده على القناه اهميه واماكن استخدام الطوب الاسمنتي نرجع هنا لموضوعنا تاني يبقى الواجهه عندي بتكون بالشكل دوت طوب احمر ببدا انظف الواجهه من اي روايش او اي زوائد موجوده على الواجهه زوائد اسمنتيه او اي شيء موجود على الطوب بحيث سطح الطوب يكون نظيف زي ما واضح هنا مثلا في المسطح اللي قدامي ده سطح الطوب نظيف بالشكل ده ببدا بعد كده تاني حاجه برش ميه عشان اتاكد ان الزوائد كلها اللي انا يعني بدات اقشطها او ازيلها خلاص سقطت كلها واتزالت عندي ما بقتش موجوده ببدا بعد كده فيما يسمى بعد اعمال الرش ونظافه الواجهه تماما ببدا عمليات التشغيل واستلاماتها عمليات التشغيل بتبدا بيه بتبدا بعمليه الطرطشه طرطشه المونه مونت الطرطشه زي ما انا شايف بقى بيبدا يظهر عندي اللون ده مونت الطرطشه بيكون فيها نسبه الاسمنت اعلى ويعني واكبر من النسبه المعتاده بتكون تقريبا 9 شكاير زي ما وضحنا قبل كده 9 شكاير اسمنت تمام مع المتر مكعب الرمل زي ما وضحنا بنبدا بمونت الطرطشه ببدا اشغلها وبعاها ببدا اشتغل عمل البؤج زي ما واضح هنا كده قدامنا عمل البؤج عشان ابدا اطلع
الواجهة بتاعتي مظبوطة وكلها مسلمة لبعضها، بجانب عمل البواج ببدأ أشد الخيطان اللي أنا شايفها دي ونازلة بالوزنات أو بالسكل اللي موجود فيها، زي ما أنا شايف كده مثلا في توب مربوط في الخيط أو الخيط اللي نازل دوت، دي كلها وزنات نازلة عندي من بكامل ارتفاع العمارة أو المبنى المتواجد معايا، بحيث يطلع لي أو يحقق لي واجهة زي ما بيقول كده نظيفة، وش نظيف تماما كله مستوي تمام. مع الوزنات دي ببدأ أشغل أعمال البؤج اللي أنا شايفها، البؤج الأسمنتية، عشان كل الواجهة تكون مسلمة لبعض زي ما واضح قدامنا كده. احنا شايفين كل الأماكن البارزة دي، هي دي البؤج الأسمنتية اللي أنا شايفها قدامي دي، يعني هنا كده بؤجة اهي، هنا بؤجة اهي، هنا بؤجة اهي تمام، اللي هي الزوائد الأسمنتية اللي بتكون عن الواجهة والموجودة في حائط البلكونات برضو نفس الكلام تمام. طبعا مع عمل البؤج الأسمنتية يتم شد الخيطان اللي أنا شايفها دي عشان أحقق الوزنات. من أهميتها وفوائدها الكبيرة، أنا عندي مثلا شباك بالشكل ده، وفوق في الدور اللي فوق، لأ في الدور اللي فوق الشباك ده، في ما بينهم دورين يعني جاي زي ما بنقول كده عكس كاس أو خلف خلاف مثلا، ده بيكون ماشي مع ده، يعني الشباك ده بيكون ماشي مع الشباك ده بنفس الوزن بنفس الكيفية بنفس الكيفية بنفس القوايم بتاع الشبابيك بنفس تعريض الشبابيك الواحد، بحيث يكون شكل سيمتري في الواجهة شكل جمال. عندي هنا مثلا شبابيك تحت بعض بنفس الارتفاع، هبيكون عندي نفس الارتفاع بنفس التعريض بتاع الشباك سواء عرضي او ارتفاع بنفس المقاسات، الشباك نفسه مسلم مع الشباك اللي فوقيه تحس خط واحد تمام. نفس الكلام في باقي الفتحات، احنا بنتكلم دلوقتي في تأميم وتأسيس الفتحات، وان التعريض بتاعها يكون واحد في كامل مسطح الواجهة اللي انا شايفه قدامي. ده من فوائد عملية شد الخيطان والوزنات واستلامتها تمام. يعني ما انا شايف مثلا عندي هنا وزنة اهي قدامي اهي، الخيط مسلم على البؤجة بالظبط، لو بصيت على اللي جنبها نفس الكلام، فوق اهو في بؤجة تانية اهي جنبها برضو نفس الكلام، والخيط مسلم على وش البؤجة، بحيث الملو في مرحلة بقى ملو المرحلة اللي بتيجي بعد كده بيبدأ عندي يظهر معايا مستوى مسطح تماما، يحقق معايا المنظر الجمالي والسطح المستوي اللي مفيش فيه أي تعريجات أو أي مشاكل تمام. يبقى أنا هنا كده يا جماعة اتكلمت في عمل الوزنات وتأسيسها واستلامها. هنا مثلا أنا شايف هنا بيتم إيه، بيتم عمل السوك والإميات بتاعت الفتحات والبروق والبارز والغطس بتاع الفتحات اللي موجود عندي. صبعي كان جاي في الكاميرا زي ما احنا شايفين كده، اللي هي هنا كده الاشكال دي، ده بارز اهو وغاطس بالشكل ده، بيبدأ تأميم الاجزاء دي كلها بحيث احصل على زاوية، بحق معايا زاوية فعلا صريحة زي ما هو ظاهر فوق اهو، جزء اهو ده تم الانتهاء منه. دي الحاجات كلها اللي بنتهي منها اثناء مرحلة التأسيس دي او المرحلة الاولى من مراحل المحور. معاها حاجة مهمة جدا، عندي بقى تأسيس كهرباء ومخارج كهرباء والكلام ده كله، ببدأ اراجعه واشيك عليه اي تشكيلات على الواجهات، ببدأ اطلع على الرسومات التنفيذية، موضوع مهم جدا يا جماعة، بطلع على الرسومات التنفيذية وابدأ أأكد على كل التشكيلات اللي موجودة معايا في الواجهات بشتى أنواعها، بحيث ما بعد كده ما اجيش أفنش الواجهة وألاقي في حاجات ظهرت معايا بعد كده أبدأ أكسر أو أبدأ أعمل مشاكل في الواجهة، لأن الشيء زي ما وضحنا وشرحنا كتير في أول مرحلة من تنفيذه، بعد كده بيجي مرحلة التعديل ما بيطلعش معايا بنفس الشكل وبنفس الكيفية والهيئة اللي أنا عاوزها بعد كده، فهي من أول مرة بتطلع بالشكل المظبوط. فعشان نتجنب التعديلات او المعالجات لازم اراعي الاطلاع، مبدا او مساله الاطلاع على اللوحات التنفيذيه والرسومات تمام، واطبقها مع الواقع من قبل اي اعمال فينش او اي اعمال نهو لاي بند. الموضوع ده مهم قوي. طبعا احنا هنا جينا في الجزء الجانبي دوت من الواجهه، طبعا بجانب برضو عمليه التاسيس ببدا برضو حاجه مهمه جدا، الا وهي شد سلك الشبك. احنا بادئين فيه من فوق هنا، لو هتلمحوا معانا في جزء اهو فوق اهو، الجزء دوت كده لونه مختلف، هنبدا زوم ان عليه كده بالراحه، ده سلك الشبك اهو اللي احنا شايفينه، ده سلك الشبك وتثبيته بواسطه مسامير التثبيت والورد على شكل رجل وراب زي ما وضحنا في فيديوهات قبل كده، ويظهر معايا في الاشعارات على الفيديو ياكد معايا الكلام دوت عشان نبدأ نخلي بالنا منه. مسألة مهمة جدا برضو في مرحلة التأسيس، سلك الشبك هو بيكون معاه بيحقق معايا وبيغطي معايا العلاقة ما بين أي جزء خرسانة وأي جزء مباني طوب أحمر، أي جزء خرساني وأي جزء مباني. عندي مثلا كاميرا وحائط، يبقى هنا لازم يبقى في سلك شبك زي ما احنا شايفين كده اهو، سلك الشبك اهو يا جماعة تمام. عندي مثلا
عمود وحائط برضو بحط سلك شبك زي ما هو، هنا هو واضح واضح، هنا هو واضح، مسامير التثبيت لونها باين اهو، ومثبتة رجل غراب مش قصاد بعض، لا واحدة وواحدة واحدة وواحدة، خلف خلاف زي ما بنقول. تمام، مهم اول الموضوع ده يا جماعة. يبقى احنا كده اتكلمنا في مرحلة التأسيس وشرحناها تقريبا بالتفصيل. هنيجي بقى في مراحل اعمال المال، وهنيجي هنا كده على الواجهة من الجنب التاني زي ما واضح معانا كده. بدأنا هنا في اعمال المالو، اعمال مالو الواجهة بالشكل ده والمونة الاسمنتية على المراجع اللي انا حاططها لنفسي، اللي هي ايه؟ اللي هي الخيطان والوزنات، تمام، البؤج، الاوتار اللي موجودة معايا اللي ببدأ اشتغل كمرجع عليها. فبيطلع معايا التشكيل تقريبا بدأ يظهر في الواجهة اهو، وبدأ يظهر مدى السيمترية بتاعت الفتحات، ومدى بدأ يظهر برضو مدى الدقة في اعمال التنفيذ زي ما واضح معانا بالشكل ده. هو طبعا لسه ما تأممش كله، لسه ما انتهيناش منه، بس بدأت الواجهة تظهر عشان اعمال التأسيس ماشيين بالبنود او بالاسس او بالخطوات صح بشكل مظبوط. فبدأت تظهر معايا اعمال التنفيذ النهائي، بدأت تظهر من قبل حتى النهو او الانتهاء منها بالشكل الجمالي بتاعها. طبعا الواجهة كانت بالشكل اللي هناك ده زي ما احنا شايفين، طوب احمر في طوب اسمنتي اهو. وبدأنا هنا اعمال النهو او اعمال الانتهاء اللي هي اعمال البياض. وطبعا اثناء العمل او اثناء العملية في المشروع ككل بيتم مراعاة الاطلاع الدائم على اللوحات، ومراعاة الاستلامات بشكل دوري وبشكل فوري من قبل طاقم التنفيذ المتمثل في المهندسين والمشرفين. مهم جدا الكلام ده، ما جيش اسيبه شغال في مكان خطر بالاخص زي ده، وواجهة وسقالات وعوامل امان انا موفرها له وببدأ اشتغل عليها، تمام، وفي الاخر ابدأ مثلا ما استلمش الحاجة اول باول زي ما بنقول، واسيبه شغال ويجي في مشكلة بعدها بيوم او يومين اقول لا كسر وشيل وعالج لي. احنا قلنا هنحاول نتجنب الكلام ده بايه؟ باللي احنا نطلع على اللوحات التنفيذية بشكل مستمر، بجانب اللي احنا ايه تاني، اللي احنا نبدأ نستلم الشغل يعني بشكل طبيعي وبشكل فوري، وما نأجلش اي مرحلة من مراحل الاستلامات، ونكون بنتابع الناس اللي شغالة والصناعية اللي شغالين والعمال بشكل دوري وبشكل مستمر. ونتمنى نكون افدناكم بشيء بسيط، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.